يعني شت واحد من مشهد في الجزيرة، شت أن واحد طفل جروه من تحت الأنقاض وكانت موحدة وتتبكي عليه، يعني تتبكي. هذاك المشهد أثار انتباهي، ف جات القريحة، ما جات القريحة ديال لازم، المهم كتابة وصافي. يعني على هذاك الطفل حاول باش هذاك الشيء اللي باش حسيت كتبته هنا على الورق باش نشفي الغريب. العنوان هو استشهاد طفل غزة على التلفاز. أرمق الشاشة بعينين غائرتين يسبح فيهما البؤبؤ في بحور زرقاء، تلوثت الصفحة بالألوان بألوان الدكنة. الصفحة البزر تلوثت مع انتظر ما كاينش تلوثت الصفحة بالألوان الدكنة، تحجب الرؤية بعواصف هوجاء قنابل، حيث ينتشر الغمام في السخاء، فأسافر على متن الحسرة، أتهاوى على حافة الانحدار، أستغيث بنور الهدى نحو قاع الشهادة، أبحر إلى الضفة الأخرى مع فسحة أمل للهناء، وأسخر من أصوات الذئاب بمكرها تنفث السم شرارة بيضاء، فيرتوي منها الطفل البريء، أصوات تسحر بإبادة عمياء من فوق، أصوات ساخرة من فوق الجلمود الصخري تنقلها قنوات السراب دون حياة. هكذا تدبر المكيدة كل مرة في استعلاء، فنالت من الوجدان بروائح الجتامين الصماء، تلطخت أيدي الغدر بالدماء، ولم يبقى سوى الاستجاد بالسماء، حيث الاستشراف لابتسامة الشفاه، رضيع لم يقرع بعد طول الحياة، يسأم وعيناه مضمضتان، بوده أن يمرح بالقرب من غديره الرواء، تتطاولت عليه مخالب مبيتة، فنزعت منه الابتسامة، وتم وأده في المهد حتما، وحلق النصر في الأعالي يهزأ بالقتلة، في الشفق والمغيب بمنقاره الطويل يجتات الماكرين، وآخرون يضحكون ويمرحون على أنقاض الخراب الكبير، يعدون الأرواح بأنياب مكسرة، الصبي يبتلع الموت من كأس الطفولة، يتخطى في صمت زهور الزوال على صهوة الجواد، يغادر زهر الأفاعي ويلتفت للخلف، يترقب خطى العابثين بإخوان العمر، يرتضوا ثوب العدل المرقع بألوان زاهية.